صباح الخير، كصبحتوا؟ لاباس عليكم؟ اصبحنا واصبح الملك لله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا محمد وعلى اله وصحبه. انهار جديد وفيديو جديد بديتو معكم الصبيح هذا. المهم غادي نشارك معكم في الطيار ديالنا اللي كتب الله. هذه حلوه درناها البارح وشدتك بحال اللي ماحت، ولكن جات رطيطه ما بيهاش. المهم كل نهار ورزقو وهذا الشيء اللي كاين. المهم كنتمنى تكونوا مزيانين. قضيتوا اخر الاسبوع بحال كنقولوا بالصحيحه وبالانسان يكون فرحان وهذا الشيء اللي كاين. هاد الكيكه هي عدلناها البارح عاود. المهم لان النهار ديال السبت انا قلت لكم ما كيعجبنيش نوض حتى اخر ساعه، كنخلي وليدي يرتاحوا لان السيمانه كامله هما كينوضوا بكري. وهي هادي اغلبيه كنعدل الحاجه سعيده النهار ديال السبت باش الحد الواحد الانسان كيرتاح وصافي. تمر على الايام. اليوم اللي درتها ان شاء الله غادي نوجدها معاكم ان شاء الله بحول الله. المهم هاد الكيكه ديال الفينو رجعت عندي انا متامده والله الا مزيونه وكتجي ما شاء الله شيشه. يعني واخا اللي يكونوا البنيتات اللي عمرهم ما وجدوها غادي تدير لهم. المهم انا وقت اللي كنعدل الطويبله ديالي ملي كتب الله غادي انا رديت واحد الحاجه حطيتها في الفران وهنايا شويه الفلاديلفيا زبيده عسيله وهادشي اللي كاين. المهم فرحوا وليداتكم باللي كان، والفيديو اليوم غادي يكون تحفيزي كله طاقه كله حماس. المهم الحرشه هي عملتها في الفران كتجي مزيونه. اي والله اللي ما حيت انا اغلبيه كنديرها في المقله ولكن دابا قلت نديرها في الفران احسن. نقطعها بهذه ديال البيتزا، انا كتعجبني الحرشه تكون مقرمله واللي كتعجبوه شيشه عاود راه يقدر يديرها الشيشه. هاد الحرشه انا ما عملتش فيها والو غير شويه ديال زيت العود بسبس سابيع ومليحه خميره د الحلوه وشويه ديال السكر وصافي. يعني ما فيهاش شي مقادير اللي وكتجي من هنا راه شيشه. اي انا بغيت نقرملها بزاف صاحي داك وجات شيشه. المهم انتم معنا. المهم هذا هو الطيار ديالنا، طيار بسيط كل نهار رزقو. اللهم اديمها نعمه وحفظها من الزوال. غادي نفطر وغادي نرجع معكم ان شاء الله. المهم قاتوني اول حاجه غادي نبدا بها في الكوزينه هي هاد الرواقات. المهم ديال الكوزينه صغارين غادي ندوز عليهم اليوم، نقيها شويه غير الكورتينه وديك الشارجون وصافي. ما غادي ندير لا ستراكتور لا والو، يعني حتى فوسط السيمانه كل نهار ندير حاجه. دابا باش عملت هادي حيت انا ما كنلحقش الحديده والراجل ديالي جالس باش نعكزو عليه. المهم ثاني انا غادي نرقدهم في شويه ديال الماء والصابون حبوب، ومن بعد عاد ديك الساعه نمشيو في اللافادوره. انا كنعلق الرويقه الفاسدين ما كنتسناهمش حتى كينشفوا، ماشي شي حاجه دغيا. المهم بقيتوني غادي نحيد هاد ستراكتور شويه موسخ، ماشي غير شويه موسخ. المهم غادي ندير له هاد البرودكتو هذا ديال اكسيون. برودكتو هذا الاكسيون راه ماشي داك بحال اللي كنقولوا راه احسن ماركه، هي كارشي سيتي او لا سيليبان، ولكن كوم متواجد عندي غير هذاك غادي ندوز عليه شويه وصافي. نحيدو شي فين ما تقرب العواشر ديال العين. ما اصلا غير بديت كنمسح هاد ركنت هاد البليصه هادي مسحتها هنا عندي. مع انا قلت لكم دابا الاخر في الشهر كنخوي باش عاد نتسخر، قلت راه ندوز على هادي الشوكه يلصق. ايوا صافي قاتوني عرش على هادشي كلشي وان شاء الله غادي نرجع معكم. المهم الكوزينه اليوم هاد البلاصه هادي غادي ندوز على هاد ديال التبزيره راه كل نهار يدنا فيهم والله العظيم. وصافي حتى البوطات هي غادي نرش عليها، ما نخليهمش يخمروا بزاف لان هاد النهار ماشي ديال المبيسه. انا قلت لكم اللي بغى البرودكت على حقه وطريقه كارشي سيتي او لا سيليبان، وما هذا ما نقول لكمش.
من بعد ما خمر مزيان هكني كندوز عليه عيب هادي شويه نقص على ما كان، ولكن ضروري كتبقى ديك ما بقاش شي حاجه لا هي نقا صافي. انا فاشلي حكيت هاد الشبه هيدا وحكيت هاد الجناب هادو هما ديال البوطه من هنايا وكان صريحه تقول هاد المراه ما قات مع البوطه نسبه تشريو شي بوطه ما تشريوش هاد الحرش ليش يشريو هاد الحرش راه مصيبه كحله والله العظيم يعني ما عطت تسترو دارو شي بديت البوطه اللي نتوما خاصكم هيدا تكون كاتلمع راه تقريبا انا كنزل معكم نهار يوم نهار الفيديوز كون نهار كنحكها والله العظيم ودايره لي ما عقدتني بنتي كضحك عليا والله تعقدتني هاد البوطه عقدتني واحد التعقيده ديال الزعر صافي دابا غادي نشلل هادشي المهم دابا القسوني غادي نشلل هادشي كامل غادي نجمعو وغادي نرجع معاكم الحمد لله تركب سانك منقي البويطة هي محكوكة المهم هنا القسوني حطيت شوية ديال الماء غادي نعجن دابا خبيزة وهنا عندي شوية الفلفلة مشوية كانت في النبيرة جبتها غادي ندير شوية ديال تكتوكة عندي هنا طريفة د الحمى هما مطلوقين في الماء دابا غادي نردهم ندير الغديوي وهادو هما غادي نمسحهم شويه شويه البطيره ولات مزيانه المهم كنتبعوني واللي درتها انا معكم ان شاء الله بقيتوني اختكم عجنات دهنتها بشويه د الزيت غادي نخليها تخمر وغادي ندوزو ندير الغدا ان شاء الله بحول الله المهم بقيتوني دابا قرصت العجينه ولقيتوني دخلت ندير الغدا هنا عندي شويه ديال المطيشه عندي فليفله حمراء وخضراء وغادي ندير شويه ديال تكتوكا بالحال سخان وهادشي اللي ولا عليه الطالب المهم تكتوكا كلشي راه كيعرف يديرها هنا عملت طريفه ديال اللحم درت البصيله درت شويه ديال الربيع غادي ندير العطريه ديال اللحم وغادي ندير تبيزيره يعني الابزار شويه سكينجبير قريبه حتى هي كاع هذا الكامل غنخرق العين المهم انا عندي شويه دراس الحانوت هنا عندي شويه القرفه انا باقا ما درتهاش في القريعه ديالها غير شويه وصافي ومليحة طابت الحال مليحة اللي هنايا شوية ديال السحميرة شوية ديال الكمون هنا في الحيمة اللي غادي نطيب هنا غادي نعمل القزبر حبوب مطحون هنايا المهم صافي هنا الزيت وهنا زدت شويه ديال الملون اللي عنده زعفران شعره يزيدها المهم انا درت شويه ديال الملون هذه هي القسوني عاد نرجعو لبلاصتو حيت كانت سلالي انا فيما كتخوى لي شي قريعه كنولي نعمرها ونعملها كنغيصها
هنا انا عندي شويه الحار اللي بغى يدير الهريسه عنده يعملها حتى هي راه كتجي لذيذه. المهم غادي نشعل على هذا الشيء يتشحر. انا مرقتها صافي غادي نشد عليها. مبلوطه شو ما شاء الله قديش هي خبزة وكيف جاتها الشحشة مجعبة كاملة من الداخل عخفوها. أنا عجنتها غير بيدي بلا ماكينة تبارك الله جاتها هاد كاع أنا ما شاء الله عليا. دقيقة ها هي خليتها حتى بقات غير شوية ما بغيت ندير وانت الضغمرات على خاطرها. المهم انا ما خضرت حتى حاجة غير بالبيضات وكان عندي شوية اللوز قلات وشاهد بنتي واخا ضربات لواحد تحميرة كان على شوية ولات حريقة. اي والله هذه ديال الزيتون كانت محلولة شي خوان داز منها. المهم كومو حنايا في الاخر ديال الشهر يعني كل حاجة كتبقى منا شوية والله العظيم ايوا اش غنديرو. المهم حنايا زويتنا تا هما وهنا تكتوكه ديالي ها هي طيبه غديو اليوم صيفي بامتياز كل نهار رزقو كون هي رزقو. هذا هو الغديوي ديالها الخبيز تشكيتشيكه وعندنا واحد شويه د الروز بالفداوشه هو غادي نزيدو. اللهم ادمها نعمه واحفظها من الزوال. كنتمنى تكونوا قضيتوا وقيت معنا مزيان في امان الله والى فيديو قادم ان شاء الله. مع السلامه.